خوت نحطوا لكم دابا اللي وقع داكشي اللي وقع البارح كامل. الله يلا حشمانين قبل. ولكن نزار موافق ان نحطوا داكشي اللي وقع البارح. اخذ راحتك انت. ولكن هذاك الشيء اللي درتي لنا راه ليلى انا كتفي العقابي. وشكون اللي زن داك البارح؟ هذا المسخوط الوالدين. لا لا ما زنتش. هذا هو السبب. اقسم بالله ما زنتش. راه اللقطه تزكرت ليا ديال ان ديال ضربه في الكاس. انا راه كنت ناعس هذيك الساعه ما كنتش ناعس انا. خليه يهضر هو. المشكل كيفاش وقع كاع. زيد شويه بالصوت. انا مريح مع غيسا حتى كنشوفها كتفرج شي فيديو ديال الملول وانا ما شنين المعنى ديال هذه. صافي كبرت القضيه. ولكن غيسا ما كانتش معنا. راه هي عيطت لنا. ولا لا؟ قلت لها انا كيفاش تضاربت معاها ملي جات وكيفاش تضاربت معاها. هادشي هذا خوتي راه تشوفوا هاد الفيديو راه لا اله الا الله. الله يلا بزاف الله يلا هربها الله يلا. انا بعدا حتى شفت الفيديو كنضحك على راسي. انا حشمتكم كاع تشوفوا هاد الفيديو هذا. وحق الله الروينه الروينه واحد النيفو ما نيفو طايح. وسمحوا لنا على شي هضره يعني تكون طايحه. المهم الفيديو راه فيه تخسر الهضره. راه كنا كنخسروا الهضره. راكم عارفين حنا بيناتنا وناض الصداع يعني لسان ما فيه عظم. بقينا غير كنعجب وفم وقول صافي. هادشي اللي انا بغيت كتعرفوني كنجيب الحقيقه. بغيت نحط لكم حقيقه كما هي. وعيت معاه باش نحطو راه بزز باش حطيته هو بموافقه ديالو. في الاول ما وافقتش ولكن ملي قلت لي صافي اخادي حقاش انا درت ستوري البارح الناس ما عارفينيش. يعني باش تكون الشبابيه شنو وقع ماشي تكون قضيه ديال انك تضحك ولا الشعب كاينه ولا لا. موافقه اخي نحطو هذا الفيديو انت تبين فيه. ماشي مشكل موافق خوتي. الفيديو هو شوفوا كل شيء شنو يبان لكم في الفيديو وحكموا. وهاد نيبال هذا اقسم بالله الا عتي اسطوره مصيبه نزلت في السوشيال ميديا. وهاد نيبال كيفاش اخويا مصيبه؟ انا مسردني الشعب. انا مصيبتك الشعب. مسردني الشعب. انت انت شوف انت راه هادشي راه ديما كيطرى غير باش تعرف دابا هاد المشاكل ديما دابز مع غيتاك. ولكن انت حيت صيفطك الشعب هزيتي الحقيقه كامله وحطيتيها عليهم. حنا ما كنصوروش هادشي وجيتي نتايا وصورتي هادشي وعارف انا القبل لي كومونتير كلشي كيسب فيا. يعني انا بغيت نحط الحقيقه. مصيفطني الشعب نحط الحقيقه كما هي وحكموا نتوما. وهاد السيد كنتمنى وراه ترجل راه مابقاش مدلول. يعني داكشي اللي دار البارح والله الا ترجل مابقاش مدلول اصلا. قول لهم علاش نوضنا المشكل. هذا المشكل علاش اخوتي ان هي كانت كتفرج فيديو ديال الملولي. المهم شوف انا نقول لك لا خليني نقول لهم الحقيقه. لا اسمع اسمع كانت كتفرج فيديو ديال الملولي. كتقول كنت زوينه باش كنت مع الملولي صاحبي. هو شنو جاتو النفس ديال الرجوله. شوفوا هضرتي ديما كنقول له وترجل المدلول ترجل المدلول. هضرتي وصل ليها ترجل. ولكن انا بغيت نكون عطاها صلخه ماشي يدير هذاك الشوه بحال هكاك. كون عطاها صلخه عتلبد عتلبد وعتسكت. استعدنا ديك الروينه باب تهرس باب تهرس دار تهرس دار روينه. لا اله الا الله وصافي. راه زعما راه عربي شدوه كانوا غيدوه البارح البوليس وما دوينا معاهم. وتقدروا قدروا الموقف تحيه للامن. ترى وقفوا عليه بخاكي كيخربق هاكي كيلوه في الهضره ما فهمش. كونتاك خشيف راه يبان لكم لاكارت ناسيونال ما هزاش. تبان لكم واحد اللقطه ان ديال مشى للكوزينه السيروت خاسي خشي في الكوزينه والكونتاك خشي في السبر ديال لتحت. مشى فين من علق لنا فين داروا؟ داروا في المحطه واحد الجريده. صدقنا شناهو حتى جبناه ورجعنا وكيحلف لنا ويعطي القلب والله ما كاين الساروت. لا اله الا الله. عاد باش من بعد حتى تم غادي هو الدراري عيط له انا والسيد صاحبنا لا داعي لذكر الاسم ديالو. هي فين قال لك الساروت عندي. مشينا انا وياه دخلنا المحطه ولا باغي تضارب ليا مع اللي مقابل الدري اللي مقابل كيخلي بنان باش يدخل محطه الكيران ولا باغي تضارب معاه. مصيبه كحله. لا اله الا الله. هانتوما تشوفوا الفيديو اخوتي وتحياتي لكم وشكرا. شي كلمه كنت بغيت تسمح لي بزاف. زيد الصوت 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 باش نسمعو. انا كنقول بغيت تسمح لي بزاف. راه انت اللي تفرجتي في الفيديو ديال هشام ملولي وانا معاك. هشام ملولي راه لا علاقه له بهذا الشيء بعيد من هذا المعمى. عزيز عليا وخويا داك السيد. ولكن ما تفرجتش الفيديو ديالو وانا كاين معاه. يعني كتنقص من الرجوله ديالك هذا الشيء اللي كاين. ونيشان اي شوف كنت مصاحب كنت مزوج مراتك تكون كتشوف في شي واحد اخر فرشخ ديال امه. سلام الله. تحياتي اخوتي وشكرا لكم.
صحينا السيني بالا مسامحه اخويا اخر الجوليه كتفي وصافي. يلا تحياتي اخوتي وشكرا. ما عندو زعما مزيكو انا ولي امك جبت لي الفيديو ديال اللولي قدامي انا سيدك انحوي سيدي عرفتي علاش حقاش اللولي حواك ولا حق حاجه سيدك حواك انت حواك انت ما يزيك حتى شي واحد باش تهضر معايا انا خورك باش كتقيم الزمن ياك كتقول قلت انا اللي خرجت مع الليب وعاد لي موعد لي داك شوف شوف فين هو السبب ديال الطاط ما بقاش تخيب عليا دوك التماثيل ديالك وخليك تضرب انا ديسو دوك التماثيل علاش قاد ديالك برات غادي تكبر غتدخل لحف دابا اليوم غادي نزرب طوبيتي على كنقول لي دابا ما عندك نفس الا تلاح الفيديو وما دعيتيناش انا وياك علاش دابا غادي تدخل دابا اليوم غتدخل الحبس اليوم ابو راه غادي تخرب تكبت 48 ساعة ما نعرفش بغيت نقول لك علاش كتسكر اصاحبي 10 علاش كتسكر؟ حرام اصاحبي دير بحال انا ما كنسكر ما والو اصاحبي عندك تضرب هزكا واجي لهنا ريبالا شاف اجي لهنا ما سكرتش ريبالا لا ما سكرتيش لان انا انت انا ريبالا ما كنسكر ما والو كنخاف من الله سبحانه وتعالى هاد الشيء هذا راه حشومه اللي كديرو راه انت هو اللي زنتي باش ضربها بكاس ممكن كاينه ولا لا خاينه وانا كنت ناس ولكن لا ما حسب عاودتوا لي واش انا كنت ناس انا ماشي كنت ناس انا وي كنا ناسين انت كنت ناس المراه وانا كنت ناس في البيت نيشان من الاخر ماشي دنا ابو رضا ما عرفش ابو رضا وقتها شنو نمشيو للحبس حتى الحبس اذا لي فالا ابو رضا مالو دابا جاي يدير الحل ربوي تضرب اولي زعما بغا يربوي تضرب فينا ود ما شوف اشوف بغا يربوي تضرب شوف فيها خبش سارو طوبيز والله خرج راه باني زارا قرب له الوجه زيد وامي وي انا ني التليفون اش حبت سوار بينا